ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات الاسبوع الرابع لبرج الميزان لشهر نوفمبر لعام 2020. برج الميزان، احنا عندنا الاسبوع الرابع هيكون عندك خطوات كتير حلوة، عندك تميز، عندك موضوع انت كنت عايزه بشغف، او عايز ان حاجة تحصل جدا، يمكن كنت عايز تخلي ان يكون شخص يعني ان هو يكون موافق على قرارك، او انت عايز قرار او عايز موضوع بس انت مش عايز تفرض رأي على اللي قدامك مع ان انت عايز ده يحصل جدا. هتتفاجأ ان الشخص ده عايز اللي انت كنت عايزه، اللي انت ما كنتش عايز تفرضه عليه او مش عارف تجيبها منين، فهتلاقي ان هو قال ان هو عايز الحاجة اللي انت بتعملها او الحاجة اللي انت عايزها، وده ليه علاقة بالتخاطر بتاعك. التخاطر بتاعك وروحانياتك الملحة على موضوع معين بتوصل اشارات للشخص ده، فبيكون هو بيبدأ ان هو يكون عايز اللي انت كنت عايزه او يوافق على اللي انت كنت عايزه. عامة الحاجة التانية، على فكرة احنا عندنا الفترة دي هتكون فيها ايجابية وفيها سعادة وفيها لحظات قوية ليها علاقة باللي جاي، يعني احنا عندنا الوضع بيبدأ يتحسن، هيبقى زي ما انت عايز، هيبقى زي ما انت نفسك تكون هتلاقي، زي ما نفسك يكون شيء موجود هتلاقي، فعندك ده جدا. عندك كمان في زي عرض مهم او هدية مهمة او شيء تقديري، ده هيكون برضو الموجود نسبة كان موجود عندك الفترة اللي فاتت، ولكن موجود كمان نسبة ليه في خلال الاسبوع الرابع. كمان في عندك لقاء حلو جدا، لقاء مميز، اللقاء ده ليه علاقة بتطوير لنفسك، ليه علاقة بتميزك، ليه علاقة بانك هتتربع على عرش حاجة معينة، هيكون ليه في حاجة حلوة ليك، يعني هيكون في تميز. عندك في قيل وقال وتشويه سمعة وبلاوي سودة من حواليك، يعني في ناس جواهم بلاوي كتير يعني، فعندك الناس دي هياخدوا قفا محترم. يعني ايه؟ يعني هيكون هتحس انت او هتعرف ان من الاخر انا هقول لكم بالظبط احنا هنلاقي ايه. انت هتلاقي الشخص اللي اتكلم عليك، الشخص اللي ظلمك، الشخص اللي شوه سمعتك، الشخص اللي هو عايز ان يبعد الناس عنك، اللي بيكرهك جدا، اللي بيتمنى ليك زوال النعمة، الحاقدين والشامتين والاصحاب كل النفوس السوداء لناحيتك، هتتفاجأ ان هما هيقعوا في فخ، هيقعوا في حفرة، هيقعوا في مشكلة، هيتعلموا منها الادب الصحيح ويبدأ يرجعوا لك بيه، ان هما مش كلهم، في هيتقسموا الجزئين طبعا، بس الثلاث ارباع هيكون بيرجع ان هو بيعتذر لك انه عايز يصلح معاك، اما الربع الاخر هيكون ان هو هيزيد حقد. بس عندنا ان احنا اكتسبنا اشخاص هيكون عايزين يعتذروا او يقربوا، هيعترفوا انك شخص قوي، هيعترفوا ان انت شخص افضل منهم واحسن منهم، وده اللي كان مستحيل ان هم يعترفوا بيه. ده على النطاق العائلي، على الوضع العاطفي، على الصداقة، على الصداقة المهنية، عندك ده ملزم لحياتك كلها او جاي في حياتك كلها. طيب الحاجات برضو المهمة جدا جدا، انك انت بتفكر كتير جدا باشياء تخص المستقبل، بتفكر ان انت تبني مستقبل جيد، بتفكر ان انت ازاي تكون افضل واحسن، وان انت تعمل اشياء جيدة، بتفكر كتير او بتخطط لمجال اضافي او شغل اضافي او علاقة مهنية، علاقة خارجية، ان يكون عندك سفر. برج الميزان ده تفكير، انت بتخطط، مش هتعمل ده لسه، مش لسه يعني، ولكن انت كمان نفسك تسافر قوي. برج الميزان نفسه ان هو يسافر جدا، يعني يسافر سفر خارج دولته او سفر داخلي، ولكن ليه علاقة بالتنزه، ليه علاقة بانه يشوف اماكن جديدة، ليه علاقة بانه هو ينسجم، يعيش رونق حلو من السعادة. فانت نفسك في ده جدا جدا، نفسك ان حد يقول لك هوب يلا انا ميزانية، وبقول لكم انا اول واحدة نفسي في ده، واي حد هيهوب يلا انا هروح معهم، يلا اي حد باي انا هروح باي عامة يعني. فبرج الميزان عندنا كمان من الحاجات اللي هتكون موجودة في خلال الاسبوع الرابع، انك بتهتم بشكلك، بتهتم بمظهرك، بتهتم بجسمك اكتر، بتهتم بان انت لو عندك مشكلة صحية بتحاول تصلحها، بتحاول انك تخلي بالك جدا جدا على الوضع الصحي، بتحاول ان انت تخلي بالك من طرق العدوى، فعندنا ده.
عندك كمان انك بتحاول تبص لنفسك بكرة، بتحاول ان انت مش تعمل خطط، يعني النقطة دي احنا قلناها، لا انت عندك كمان بتبص لنفسك بكرة انت مكانتك عاملة ازاي، فبتبدأ تخطط للي انت شايفه، لنوعية الهدف اللي انت عايز توصل له، لطموحك. انت مش شايف حاجة في طموحك او اهدافك الا نقطة معينة هو ده اللي انت بتسعى ليه. برج الميزان كمان عندك ان في ظرف انك عايز توصل لاهدافك، في اشخاص بيعطلوك، في اشخاص عايزين يعطلوك، قاصدين يعطلوك. خلي بالك ما تتعطلش بسبب حد، واللي يجي قدامك لوشو، لانك مش هتعرف تنجح الا بده. لو استسلمت لاي عائق من العوائق اللي موجوده قدامك انت هتفشل، انت هيكون عندك في، يعني هنخرج بره النص بشكل كامل. فاحنا مش عايزين نخرج بره، احنا عايزين نكون مكملين لاهدافنا ونواصل. عندك كمان خلال الاسبوع الرابع، على فكره ده دي نقطة بادئه معاك، فخلي بالك لان ده كله ليه علاقه باللي جاي، ليه علاقه بسنه جديده، فنخلي بالنا جدا جدا. يعني احنا عندنا الفترة دي هي اعادة للفكرة، اعادة لتشغيل دماغك، انت بتحاول تفلتر دماغك، انت عايز توصل لشيء جديد، عايز توصل لاهداف معينة، انت بتظبط احوالك، فبالتالي انت في بداية او انت مع بدايات الفترة دي، فانت لازم تكون جيد جدا في التركيز، في التفكير، في انك تكون متميز، في انك انت تكون بتحسب كل شيء بعقلانية. انتوا بتحسبوا كل شيء بعقلانية وده شيء جيد وحلو جدا، لكن الناس اللي ليها خلافات مع اخرين، لينا خلافات في مشاكل عاطفية، ولكن ده هيكون قليل جدا لبرج الميزان ان عنده خلافات عاطفية، لان عندك في تصليح، عندك في علاقات عاطفية بترجع علاقات، عندك حب، عندك في سعادة، عندك ان انت بتاخد حقك من علاقات عاطفية. وعلى فكرة في خلال الاسبوع الرابع هيحصل او هيكون في حدث مهم هيخليك ان انت ترجع لثقتك بنفسك مرة اخرى، هيخليك ان انت هيبقى عندك كرامة قوية، اللي باعك هيندم ان هو باعك، وهيكون عندك بالنسبة للمرتبطين في تقوية في العلاقات العاطفية وتزايد ترابط، هيكون عندك علاقات قد ايه بتوصل لمرحلة التميز. ولكن خلي بالك لان عندك طاقة حسد، عندك في سحر. انا قلت لكم قبل كده وهقولها مرة تانية عشان نركز فيها اكتر، انت بتحلم احلام ممكن يكون ليها علاقة بحسد او سحر، انت بتتخيل شيء او بتشوف شيء، انت بالنسبة لك ده تخيل، ولكن انت عندك روحانياتك عالية، يعني عندك كمان شفافية قوية جدا. معنى الشفافية ايه؟ انك ممكن تلمح حاجة انت بالنسبة لك عينك بايظة، عينك مطروفة، ان الاضاءة بتلعب، مش خوف بس، ده وده طبيعي، وانت ممكن هو ربنا منزل لنا حاجة ان احنا ما نشوفش الحاجات دي، لكن انت عندك شفافية فانت ممكن تلمح بعض الاشياء. وانا واثقة جدا ان كتير من اللي بيسمعني هم عارفين او كلامي ملموس ليهم بشكل او بنوعية معينة. لازم تخلي بالك جدا لان ده معناه ان انت في حسد، في سحر، في ايا كان، فلازم ان احنا نحصن بشكل قوي جدا جدا جدا، لان انت محسود بسبب الوضع المهني، انت محسود بسبب شكلك، بسبب اهتمامك بنفسك، بسبب مظهرك الجمالي، بسبب ان عندك الوضع العاطفي شكله عامل ازاي، لان عندك في تحديد لموعد خطوبة، تحديد لموعد زواج، عندك تحديد لشيء مهم، فعندك ده. بالنسبة للناس اللي لسه في بداية حياتهم او السن المراهق يكون عندك متاعب اكتر. على فكرة احنا عندنا الاسبوع الاخير مش بامبي، مش كله بامبي، لا 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 لا، انت عندك في متاعب نفسية، انت لو ظاهري كل حاجة حلو، انت عندك متاعب نفسية مؤثرة عليك وضغوط لانك عايز حاجات معينة لسه ما وصلت لهاش، فبالتالي كل ده مؤثر عليك، فبالتالي انت تعبان نفسيا. محدش هيكون شايف ده من اللي حواليك عامة، ولكن هم شايفينك سعيد مبسوط فيحسدوك على النقطة دي. عندك برغم الايجابيات اللي بتحصل حواليك والحاجات الكويسة وان انت بتوصل حتى لو بشكل تدريجي او بشكل يعني بتيلة شوية، ولكن انت عندك حالة زعل، انت جواك حالة زعل، ايجابيات بتحصل بس اللي جواك مسيطر عليك اكتر. حاول تخرج من حالة الزعل دي، حاول تخرج من الحالة دي عشان تقدر تكتسب الايجابية بشكل كامل. قلنا الناس اللي هم لسه في بداية حياتهم، وانتوا لسه يعني ممكن يكون ما مرتوش بمواقف تشد عظمكم، ما مرتوش بمواقف تشد عظمكم، او ممكن يكون حسب، احنا في ناس ما مرتش بمواقف تشدهم، الناس دي ممكن يكون الضغط النفسي عليها اكتر،
ممكن يكون الضغط النفسي عليها اكتر، ولكن برج الميزان بشكل عام انت عندك ضغط نفسي، اللي مروا بمواقف وشد عظمهم هيكون عندنا الوضع، هنقدر ان احنا نسيطر بعض الشيء يعني، او نداري على ده. اما اللي لسه لا، هيكون ظاهر جدا وهيكون عندنا عيوننا دبلانه او زعلانين، بس برغم ان في ايجابيات، ولكن برغم الايجابيات دي احنا مش هنكون شايفينها بالشكل الكامل. عشان كده نحاول نخرج من الطاقه دي، نحاول ان احنا نعلم نفسنا. برج الميزان اقوى حاجه فيك انك بتقدر تتكيف مع الوضع، وان انت تقدر تعلم نفسك وتاخد دروس مستفاده من سبب انت مريت بايه، وبتطور من نفسك. برج الميزان يعني من اقوى الحاجات اللي فيه انه بيطور من نفسه، فطور من نفسك، ما تستسلمش للزعل بسبب الخلافات العائليه، بسبب الضغط النفسي، بسبب ان انت عندك في قيل قال، في ان كلام كتير مش لطيف، او لسه انت عايز تاخد حقك من موقف معين هتاخده الفتره اللي جايه، حقك هيرجع لك الفتره اللي جايه، ولكن ده برضه عشان مأثر فيك حاجات كتير صراحه. عامه هو اسبوع حلو ايجابي، بس الوضع النفسي بس، والحاجات اللي جوانا والمشاكل والخلافات، وان احنا ما نستسلمش للكلام ده كله. برج الميزان بشكركم جدا، بحبكم كتير قوي قوي، بتمنى لكم كل الخير اللي في الدنيا، انتوا تستاهلوا كل خير حقيقه. ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.